السلام عليكم أحبائي الأطفال، اليوم سنقوم بدرس النشاط العلمي. إذا كما تشاهدون على هذه الصورة، هذه هناك مجموعة من الحيوانات، هناك القطة، هناك الأسماك، ثم هناك الضفدع. السؤال الذي سأطرحه عليكم وهو: هل هذه الحيوانات كلها تعيش في نفس الوسط؟ هل القطة والأسماك والضفدع تعيش في نفس الوسط؟ بطبيعة الحال لا، فالقطة تعيش في البر، بينما الأسماك تعيش في الماء، والضفدع تعيش في الماء والبر، فهي تسبح في الماء وتقفز على البر. إذا هذه حيوانات، سنتعرف في درسنا اليوم على أوساط العيش الحيوانات، أوساط عيش الحيوانات. ننتقل مباشرة إلى الملخص، لأن الوقت لكي يكون الفيديو صغير، سنحاول أن نتعرف على الملخص. انطلاقا لاحظوا جيدا معي، هنا تعيش الحيوانات في أوساط مختلفة، وهكذا نميز بين حيوانات برية مثل الحصان، الأسد، القط، الكلب. كل هذه حيوانات نقول حيوانات برية. وحيوانات مائية، الأسماك كالأسماك، الدلفين، القرش، جميع أنواع الأسماك فهي حيوانات نقول مائية. وهناك حيوانات برمائية، يعني تعيش في الوسطين معا، يمكنها أن تعيش في البر ويمكنها أن تعيش في الماء، كالضفدع، التمساح، السلحفاة المائية. إذا هذا هو درسنا باختصار شديد.